موجز الأخبار السياحية من تحوى إسبريس، أهلا بكم إلى أبرز العناوين. وزير السياحة يشرف على انطلاق البوابة الرقمية لعصرنة القطاع. الكويت تستأنف رحلات الطيران اعتبارا من 2 جانفي المقبل. شركة بريطانية تبيع هواء معبر داخل قارورات من الزجاجة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أشرف اليوم وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي محمد حامد وبمقر الوزارة على عملية إطلاق البوابة الرقمية للخدمات العمومية الخاصة لتسيير ملفات كل من اعتمادات وكالات السياحة والأسفار الفندقة الاستثمار وكالة التهيئة السياحية، وهذا في إطار تجسيد برنامج رقمنة القطاع وعصرنتها. تعتزم دولة الكويت استئناف رحلات الطيران الدولية اعتبارا من 2 جانفي المقبل، وقد قررت فتح الحدود البرية والبحرية اعتبارا من نفس التاريخ من 9 صباحا حتى 3 مساء. وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصالح قد صرح في وقت سابق بأن إعادة تشغيل حركة الطيران مع الدول المحظورة ستتم بعد تواصل لقاء فيروس كورونا المستجد في تلك الدول. ابتكر موقع ماي باجاج لإعادة التوطين هدية خاصة للمقيمين الذين يشعرون بالحنين إلى الوطن، وهي عبارة عن نسمة من الهواء لمن يشعرون بالحنين للوطن، وهي زجاجات هواء معبأة للبيع مقابل 30 دولارا. جاء هذا الابتكار لمن يحن لوطنه في ظل القيود التي يفرضها فيروس كورونا. نهاية موجز الأخبار السياحية من تحوى إسبريس، دمتم أوفياء في أمان الله.